تعرف اش كنت تمشي ها؟ تعرف اش كنت تمشي؟ شو واحد يقول ومن بعد يقول لي نمشي وانت سمعته؟ انا قلت لك من الاول تقول في ليا توك مربوحة والافريقيا دولة تعيش ما تطيحش الافريقيا حتى باللي تحت ما تطيح اهلا وسهلا ومرحبا بكم. احنا توا في الملعب الاولمبي برادس مباشرة. اليوم بعدنا المحب رقم واحد في رفراف هو محمد الوسليتي. مرحبا بك محمد في هذا اللقاء. مرحبا بك رياض ومرحبا بالسكل ومرحبا بشعب النادي الافريقي كل يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. مازلت تقريبا ساعة او اقل، شنو رايك وتكهناتك بالنسبة للمقابلة كيف تشوفها؟ والله يظهر لي مباراة ماهيش باش تكون سهلة، على خاطر صحيح المنافس يعني ماهوش منافس كبير، ولكن احنا صعبنا مباراة على روحنا بالهزيمة في الذهاب، ولكن في الكره كل شيء متوقع نجمو نرجعو. مشكل فريق كما قلت مش فريق كبير برشا، مش كاليبر يعني مش فريق اللي باش يقلقنا، اما جست نتيجه الذهاب هي اللي خلاتنا اليوم نتقلقوا شويه، اما ان شاء الله باش نربحوا باش نترشحوا، ان شاء الله الجمهور هذا كل باش يراه فرحان ان شاء الله باذن الله. ويعطيك الصحه محمد اللي جيتنا، انت اصلا جيتنا من بلاد مغرومه برشا بالنادي الافريقي هي مدينه رفراف، وان شاء الله بالانتصار روحوا به اليوم 5-1 تكهناتي انا. ان شاء الله ان شاء الله نربحوا اليوم، ومش انا برك جاي من رفرف تقريبا اليوم برشا رفارفه جاو مع النادي الافريقي، نمشيو رادس نمشيو حتى لاخر الدنيا ما نسيبوش النادي الافريقي، ان شاء الله اليوم باش نربحوا باش نترشحوا ان شاء الله. تحيا النادي الافريقي. الاول من كاس الكونفدراليه الافريقيه، ترجع الكره من جديد غيثم الصغير، غيثم الصغير باهي التمرير لحمدي العبيدي، حمدي العبيدي حاضر من جديد الى غيث الصغير، الصغير نزيدو بسام اسرارفي، بسام اسرارفي يفتح باب التسجيل في الدقيقة 14، عملية ممتازة جدا. لمسة بالساق اليسار من بسام ويتدخل المدافع ميساي وودي زامبي، ضربة ركنية لي وسام يحيى، وسام توفيق شريف الى كره الثاني، فين الثاني؟ الهدف الثاني، جول كيكي سيدو يذيع هذه الكره لحمدي العبيد، يلا حمدي يلا حمدي يلا حمدي، الثالث 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 جول حمدي العبيدي بمجهود خرافي ينجح في تسجيل الثالث، الافريقي بهذه النتيجه متاهل، فرحه كبيره في المدرجات. خويا محمد الشوط الاول ما شاء الله 3-0، شنو تكهناتك في الشوط الثاني بعد المقابله كيف شفتها الساعه والحاجه في الشوط الاول؟ والله ما فماش، مرحبا بكم ساعه، والله ما فماش احسن من البدايه هذه، يظهر لي هذه احلى سيناريو صار، يظهر لي معناتها ما كنتش توقعوا احلى من السيناريو هذا، 3-0 في الشوط الاول، يظهر لي المنافس رجعنا للحجم الحقيقي كما قلت لك قبل ما يبدا الشوط الاول، يعني قلت لك
منافس موش كبير موش كاليبر. مباراة الذهاب كانت عثرة، الحمد لله اليوم شوط الأول 3-0، إن شاء الله شوط ثاني يزيدوا تسجل الولايات ما يسمناش نوخروا، خاطر كان نوخروا المنافس باش يقدم علينا ونجم يختفنا، نجم يختفنا على كرة ثابتة على على هفوة على نجم سجلنا هدف، ما يسمناش نطيحوا في بيج، لازمنا نقدموا نزيدوا مركيو الرابعة والخامسة إن شاء الله. أي نعرفوا حبايبي ياسر محمد ملي المنزل في البيلوز. إي محمد والله عرفت محمد إلى أبو زيرك لا سعد وقتها لزرير وقتها زادة توفى الله يرحمه الله يبارك فيك يا حمد الله يرى يعيشك محمد. رايك المباراة اليوم بعد نهايتها؟ مرحبا بك، مرحبا بالناس الكل. والله يظهر لي مباراة اليوم ما كانش سهلة، صحيح في الشوط الأول كنا متقدمين 3-0، ولكن في الشوط الثاني وخرنا شوية، أعطينا كرة المنافس، هذه حاجة خايبة بصراحة، لازمنا درس نتعلموه، معاش لازمنا معنا نوخر ونخدي كرة المنافس. الحمد لله جاء الربح وجاء ترشح، إن شاء الله هذه يكون درس كيفاش خسرنا في مباراة الذهاب، كيفاش اليوم في الشوط الثاني كنا نجم نقبل هدف على كورة على 2-3. الحمد لله ترشحنا، وإن شاء الله في المجموعات نمشوا لبعيد، في كأس الكاف نمشوا لبعيد، وإن شاء الله في البطولة نمشوا لبعيد، إن شاء الله الجاي خير إن شاء الله. حسب رأيك متشني على النادي الإفريقي محمد؟ أكيد إن شاء الله، سنة فما حاجة باهية إن شاء الله باش تصير، باش نزلوا لقب سنة، ما لازمنا نصبروا شوية، إن شاء الله الجاي خير. إن شاء الله الجاي خير.